بعد شتاء معتدل على غير العادة، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد مدينة نيويورك لمواجهة أقوى عاصفة ثلجية لهذا الموسم. طبقا للأرصاد، من المتوقع أن تضرب العاصفة البلاد ليلا، إذ يمكن أن تصل سماكة الثلوج في بعض المناطق إلى 60 سنتيمترا. من أجل سلامتكم يرجى التزام بيوتكم. الشوارع الخالية سوف تساعد موظفي قطاع الصحة من الوصول إليكم. إذا اضطررتم للخروج فاسرعوا. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أجلت زيارتها إلى البيت الأبيض التي كانت مقررة الثلاثاء، أجلتها إلى الجمعة.